ايه اللي حصل طيب في العريش في الأمن الوطني، مبنى الأمن الوطني؟ موضوع الامن الوطني زي ما قلت لحضرتك، الناس تعاملت معاه بشكل خاطئ، وكانت بتقول لك 100 عنصر من داعش دخلوا أيوه عربيات. الكلام ده يا جماعه، الكلام ده خلصان اصلا من 2018. التنظيم ما بقاش عنده عربيات، ولا بقى عنده، كان بيستخدم جمال وحمير للتنقل، او في احسن الاحوال موتوسيكلات، ومفيش الاعداد دي اصلا موجوده. انتوا كان أفضل من غطى الموضوع وغطيتوه بشكل الحقيقة متوازن ومنطقي، ويعني عملتوا شغل رائع انتوا. شكرا جزيلا يا دكتوره. هي الهدف مش ان انا اقول انه في حد بيعمل او ما بيعملش شغل كويس، انا بس بتكلم على فكره انه يعني من الافضل لو الناس اللي بتتكلم عن سينا من باب معارضه النظام او غيره، هي بس نصيحه او طلب انه يا جماعه ده مش في مصلحه اي حد، لا في مصلحه مصر ولا في مصلحه اهل سينا ولا في مصلحه اي حد، انه حقيقي يتم تصوير انه في ارهاب، لانه الناس عانت 10 سنين والارهاب حقيقي انتهى، واي حد في سينا عارف ان الارهاب انتهى. فانا حقيقي كنت بشوف الحاجات دي وبضحك، 100 عربيه وصلت واقتحموا وركنوا العربيات تحت مقر الامن الوطني. طب بالمنطق انت حطيت 10 عربيات؟ يعني في احد الناس كان بيتكلم بيقول لك حطوا 10 عربيات، يعني كانت حامله 100 عنصر من تنظيم داعش، نعم كانوهم تحت الامن الوطني، والاشتباكات المسلحه استمرت جوه الامن الوطني لمده 6 ساعات. محدش من جهاز المخابرات ومديريه الامن وكتيبه 101 اللي هي مقر العمليات في سيناء للجيش اللي محصره مقر الامن الوطني، دول كلهم حوالين بعض وكل الدنيا دي، محدش فكر حتى يرمي مولوتوف على بلاش قنابل، يعني على العربيات بتاعتهم اللي هي فاضيه ما فيهاش عناصر من بعيد يعني. والناس طلعت من المبنى بعد 6 ساعات، خطفت العناصر اللي هي عايزه تحررها من الارهابيين واخذوهم في عربياتهم ومشي من غير ما حد يقول لهم يعني مساء الخير حتى او يكلمهم. كلام مش منطقي ولا يدخل العقل يعني باي حال من الاحوال، لكن للاسف لانه بسبب التعتيم الاعلامي وعدم معرفه الناس، هي دي هذه الروايات المشكلة، هي دي المشكلة. بتلقى رواج عند بعض الناس، لانه للاسف المعرفه بطبيعه الحال قليله. اللي حصل في بقى في الامن الوطني، احنا شغالين على مساله الامن الوطني كمقر احتجاز غير رسمي من سنين. ناس بيتم اعتقالها من المنازل او من الشارع، وبيتم الاشتباه فيها لسبب او لاخر، وبيتم ايداعها في الامن الوطني، منهم سيدات في جهاز الامن الوطني لفترات بيتم التحقيق معاهم، وبعضهم شهور وبعضهم سنين من فترات طويله. احنا بعض من الناس دي خرجت واتكلمنا معاهم ووثقنا الانتهاكات، وده اللي خلانا عارفين طبيعه المبنى من جوه عامل ازاي وتقسيمته وغيره. وطبعا اللي حصل في اليوم ده انه بدأ بقطع الشبكات، شبكات الاتصالات، وده لما بيحصل دايما بيبقى معروف عندنا للمتابعين في سيناء، انه اما في زيارة لمسؤول امني مهم للمنطقة فده جزء من التأمين، او في هجوم مسلح حصل. ده بسم الله الرحمن الرحيم اول حاجة يعني. فطبعا احنا انقطع التواصل بيننا وبين فريقنا بشكل مفاجئ، وده كان اول مره تحصل من فتره طويله، لانه الكلام ده كان بيحصل في سنوات سابقه في 2018 19، طبعا من 2013 ل 2014 كان بيحصل بشكل يومي في شبكات الاتصالات والانترنت اغلب اليوم. لكن طبعا بعد فتره طويله من يعني استقرار المساله دي او غيابها يعني، حصلت في اليوم ده. لما رجعت شبكات الاتصالات، مصادرنا وفريقنا تواصل معنا وعرفنا انه حصل اشتباكات داخل مقر الامن الوطني، وانه في الوقت ده حتى المحكمة كانت قريبة، تم إنزال القضاة والمحامين إلى داخل البدروم لتأمينهم وتعليق الجلسات في اليوم ده في محكمة العريش. واللي حصل إنه عرفنا في التوقيت ده من مصادر مختلفة إنه تم نقل جثث لمشرحة العريش ومصابين لمستشفى العريش العسكري. مع الوقت بدأت الخيوط تتكشف بقى، يعني لأنه مقر أمن الوطني ده فيه أمناء شرطة وفيه عساكر شغالة وفيه ناس قرايبهم، وفي المجتمع متشابك ومترابط يعني. فبقى الموضوع أكتر من مصدر، إنه اللي حصل إنه كان في مساجين في ذلك التوقيت، المساجين واحد منهم ربما يكون فلسطيني الجنسية، وده يمكن أول مرة أقوله، تعرضوا لتعذيب شديد لفترة طويلة، وكان بالنسبة لهم أنا ما أعرفش انتمائهم الفكري، لكن ربما إن هم بيكونوا على يعني عندهم انتماء ربما لتنظيم داعش أو غيره. استطاعوا بشكل أو بآخر إن هم ينتزعوا سلاح الشخص اللي بينقلهم. ومسألة فك القيد بتاع الإيدين ده، لأنه أغلب الناس بتبقى فترات طويلة بتبقى معصوبة العينين ومقيدة الأيدي، بس من خلال توثيقاتنا مع سجناء سابقين مش في المناسبة دي، في مناسبات سابقة عرفنا انه في اوقات كتير بيتم نزع القيد من الناس.
أثناء النقل استطاع أن هو يتناول أو ينتزع السلاح من الشخص اللي بينقله ويضرب يقتله وبعدين يحرر زمايله ويحصل اشتباكات. كان في الفترة الوقت ده من النهار، كان في وقت مبكر طبعا، ما كانش فيه كامل قوة الجهاز، يمكن كان فيه ضابط واحد نبطش أو غيره، وما كانش فيه أعداد كبيرة من الناس جوه المبنى. القوات الخاصة ما كانتش موجودة داخل المبنى. العقيد اللي توفى أنا مش متذكر اسمه دلوقتي، كان مش موجود في المبنى في الوقت ده، لكن جه عشان مسألة الحل أو التعامل مع الموقف الأمني. ف السجناء دول قدروا ان هم ياخدوا مواقع جيده في الدور الاخير من المبنى العلوي، الدور الرابع، ويتعاملوا مع اللي طالع من داخل المبنى او بيحاول يدخل عليهم، وقتلوا مجموعه من ضباط الداخل، او يعني ضابط الداخليه وعناصر من الداخليه اللي كانوا بيحاولوا يقتحموا المبنى عليهم. المحاوله الاولى فشلت، المحاوله الثانيه بدا بقى ضرب غاز داخل الدور الاخير بشكل كثيف، وقدرت القوات الخاصه التابعه للداخليه ان هي تنهي الموقف يعني، وتسيطر عليه على حدود الساعه 3 عصر تقريبا. انا الاحداث يعني عدى عليها وقت فمش حاضره في ذهني بشكل كبير، لكن ده ملخص الموضوع. طبعا احنا المعلومات بتجيلنا في مسألة الضحايا لما سقطت، قدرنا نجيب الأسماء في نفس اليوم من بالليل من المستشفى، من مصادرنا الطبية أو مصادرنا في نعم الإسعاف، كده قدرنا نتحقق منها من وسائل التواصل الاجتماعي لما شفنا الجنازات بتاعت الناس دي خارجة في محافظاتهم المختلفة. مقر الأمن الوطني في مدينة العريش يقع في مربع أمن محصن شرق المدينة، على بعد خطوات من المبنى تقع مديرية أمن شمال سيناء وكمان مقر الكتيبة 101 واللي بتدير عمليات مكافحة الإرهاب في سيناء من سنوات، وكمان قريب منهم مبنى المخابرات العامة والمحكمة والمستشفى العسكري. طبعا المبنى كله مزود بكاميرات مراقبة في كل الغرف وفي كل الممرات. فتحات التهوية في الغرف مرتفعة جدا ومؤمنة بحديد مستحيل حد يقدر يفكه. نرجع لقطاع الأمن الوطني واللي حصل فيه الاشتباك صباح الأحد في 30 من يوليو. المعلومات اللي حصلنا عليها تؤكد إن الاشتباك داخل القطاع بدأ أثناء تحريك أربع عناصر محتجزين بالطابق الثاني. بطريقة ما قدر واحد من المحتجزين يهاجم أحد الجنود ويستولي على سلاحه ويتعامل بيه مع عمناء الشرطة وباقي القوة، يستولي على أسلحتهم وحرر الثلاثة اللي كانوا معاه واشتبكوا مع القوات بالداخل واللي ما كانش عددهم كبير. بعد كده انتقل الاشتباك للطابق الرابع اللي تحصن فيه المسلحين، وده اللي يفسر استدعاء مجموعة العمليات الخاصة بالأمن المركزي. وقبل دخولهم المقر أطلقوا قنابل الغاز بكثافة في الطابق الأخير اللي فيه المحتجزين السياسيين، وتقريبا عددهم 15 محتجز مصيرهم مجهول حتى الآن. خارج المبنى كان في قوات دعم وإسعاف ومطاف، وكان في دخان طالع من الدور الأخير. السلطات الأمنية قطعت شبكات الاتصال والإنترنت كخطوة استباقية لمنع بث أي مواد مصورة من داخل المبنى والمنع استخدام هواتف الضحايا. وعند الساعة 3 العصر كانت قوات الأمن استعادت السيطرة على القطاع وعادت خدمات الاتصال والإنترنت ونقلت سيارات الإسعاف جثامين 8 ضحايا بينهم قائد العمليات الخاصة العقيد محمد مؤنس، بالإضافة ل 18 مصاب من قوات الأمن. مش غريبة إنه ما يطلعش بيان من الدولة؟ لا، في وجهة نظري يعني مش غريب، لأنه في أغلب الأحداث اللي كانت بتحصل في سيناء على مدار ال10 سنين أغلب الأحداث ما كانش بيطلع عليها بيانات. كان بيحصل هجوم على كمين أو على معسكر للجيش كبير فيسقط عدد كبير من الضحايا 30 و40، يعني كان في أرقام في أوقات كان بيحصل فيها سقوط ضحايا بالرقم المرعب ده، وكان الجيش بيلتزم الصمت ما بيطلعش بيان ويستنى يوم يومين ثلاثة ويطلع بيان منفصل عن الموضوع ده ويقول إنه إحنا لحقنا إرهابيين تورطوا في أعمال إرهابية وقتلنا منهم 10 15 أو كذا. فمسألة عدم وجود بيانات ده مش غريب، لكن أنا في تقديري الشخصي يعني إنه مسألة عدم وجود بيان هي مرتبطة بمشكلة إنه ده مش مقر احتجاز، ده قارة مش تعزيز. مقر يعني ده الواقع، لكن قانونا ده مش مقر احتجاز، ما ينفعش يكون فيه معتقلين لفترات.
ممكن يبقى تحقيق او غيره اوكي، وبعد كده بينصرف، لكن حتى ده كمان مش يعني مش رسمي، مفترض انه الناس بتودع في السجون وبيتم التحقيق معاها هناك او بعد كده في النيابه او غيره. لكن احنا طول الفترات اللي فاتت وزمايلنا في المنظمات الحقوقيه المختلفه كانت بتتكلم على استخدام مقرات الامن الوطني في مصر كلها كمقرات احتجاز وتعذيب، وكانت الدوله ورؤيتها طول الوقت بتنفي هذا الامر تماما. ففي يوم وليله هاجي اقول انه انا كان عندي سجناء بينتموا لتنظيم كذا داخل السجن ويقدروا يحرروا نفسهم ويقتلوا مجموعة من الضباط، هتبقى صعبة شوية وثقيلة. وخصوصا بالمناسبة أنا أعتقد إن هي من سنة أو سنتين حصل برضو حالة شبه دي لمجموعة برضو قدرت إن هي تنتزع سلاح داخل أحد السجون في القاهرة، مش فاكر قوي اسم السجن، لكن حصلت. ممكن لو تذكرت خلال الحوار أرجع لحضرتك باسم السجن، لكن وحصل فيها سقوط ضحايا برضو من أو قتلى من داخلية يعني. فالقصد ان الموقف مش غريب ومش حاجة ما حصلتش قبل كده، وعدم وجود بيان في تقديري انه يعني سببه مرتبط بالسبب اللي قلته لك. لكن الرواية الرسمية اللي اتسربت هي قريبة جدا من الرواية اللي احنا قلناها لرويترز، مش فاكر نعم. الاسوشيتد بريس يمكن طلعتها، انه نقلا عن مصدر امني انه سجناء او معتقلين هم اللي نفذوا. وبالتالي يعني احنا شايفين ان ده هو اللي حصل، وده اللي قدرنا ان احنا نجمعه من معلومات من مصادر كانت على صلة وثيقة باللي حصل خلال هذا اليوم. يعني ايه التقارير اللي انتوا شغالين عليها دلوقتي؟ يعني ننتظر منكم ايه؟ احنا شغالين على مشروع بقالنا 13 شهر، انا بعتبره يعني اهم مشروع من وقت تأسيس المنظمة حقيقي. المشروع أخذ يعني مجهود رهيب، لأنه إحنا بنتكلم على أنماط انتهاكات متكررة بشكل كبير، واتعملت بشكل منهجي للأسف، خصوصا من جانب الجيش والشرطة، تتعلق بهدم عشرات المدارس واستخدام المدارس كارتكازات عسكرية، إغلاق أبوابها أمام الطلاب وتحويلها لكمين استمر لسنوات، وبعض المدارس ما زالت حتى الآن مستخدمة. خلال المشروع ده احنا يعني بعتنا خطابات لوزير الدفاع ووزير الداخلية والمحافظ ووزير التربية والتعليم ورئيس لجنة التعليم في البرلمان المصري أكثر من مرة عبر الفاكس، بنطلب منهم إخلاء المدارس دي ونسمع رأيهم في ضرورة استخدام المدارس دي أو تدميرها حتى، هل كان أهداف مشروعة، لأنه القانون الدولي الإنساني في بعض الضوابط الشديدة جدا بيبيح في بعض الحالات هدم بعض المدارس إذا كان في هدف ذو قيمة عسكرية كبيرة لا يمكن الوصول ليه إلا من خلال تدمير المدرسة دي مثلا يعني. فلكن للأسف إحنا وثقنا ما تلقيناش رد طبعا منهم، والنتائج اللي إحنا توصلنا لها يعني بأدلة دامغة بتقول إنه التدمير في حالات كتير جدا في معظم الحالات كان بيتم لأسباب غير قانونية، خصوصا إن هي كانت بتبقى في وقت لا فيه عناصر من التنظيم ولا فيه سبب مقنع، إنما الهدف إنه حتى في بعض الأحيان إنه حرمان مستقبلي للطرف الآخر اللي هو داعش من أي ميزة عسكرية. إحنا عندنا البيوت في أغلب مناطق سيناء هي بيوت منخفضة الارتفاع دور نعم. دورين، المدارس في المجمل بتبقى في بعض القرى بتبقى أكثر المباني ارتفاعا، فميزة عسكرية بيشوفها الطرفين. فالجيش مثلا في قرية المهدية جنوب رفح استخدم مدرسة المهدية الابتدائية وما زال بيستخدمها حتى الآن كارتكاز عسكري، وبنى فيها برج اتصالات وإنشاءات حواليها عسكرية وتحصينات. قبل ما يستخدم المدرسة الابتدائية العسكرية قام بقصف جوي لمدرسة لتاني أعلى مبنى في القرية، مدرسة المهدية الإعدادية، وقتلها وهدمها تماما على الأرض. صورنا طبعا كل الكلام ده بالفيديو، الحيطان بتاع المبنى كمان، وقدرنا نحصل لصور من على الارض للارتكاز العسكري اللي ما زال مستمر حتى الان. وبعتنا من ضمن الخطابات مناشدات الحكومه المصريه باخلاء هذه المدارس او مدرسه المهديه الابتدائيه من ضمن عشرات المدارس الاخرى اللي تم استخدامها خلال النزاع المسلح، عشان الاهالي رجعوا لمنطقه المهديه دي، فلو سمحتوا رجعوا المدرسه الوحيده دلوقتي في القريه للطلاب يدرسوا. لكن حتى الان ما حصلش، حصل بعض الاستجابات حتى لو بشكل غير مباشر في مدرسة تم إخلاءها مؤخرا، وحتى احنا شكرنا على الحكومة المصرية على عبر منصاتنا على نعم. إخلاءها، مدرسة العقور الإعدادية تم استخدامها لمدة 6 سنين في حين ان السكان موجودين جوه القرية، تم استخدام مدرسة العقور الإعدادية كارتكاز عسكري.
بدون سبب مفهوم، يعني تقدر تبني تحصينات مرتفعة أعلى من المدرسة يا أخي وتقعد فيها، استخدمتها لشهر شهرين وابني مبنى تاني أو أبراج واعمل كمين عالي في المنطقة، ليه تقفل المدرسة قدام الأولاد؟ طب الأطفال دي بتروح فين؟ ده سؤال بقى يعني للأسف اللي كنا بنسمعه في مناطق كتير من سيناء من أولياء الأمور اللي إحنا قابلناهم. إحنا عندنا أكتر من 60 مقابلة خلال المشروع ده مع معلمين ومع ولياء أمور، إنه في جيل من الطلاب أصبح بلا معارف حقيقية خلال العشرية العشر سنين دول. الناس كانت في أوقات كتيرة بسبب إغلاق المدارس أو هدمها بتروح بس على الامتحانات، ولأنه ظروف الحرب فكانت الحكومة أو إدارات المدارس بتسمح بمرور الطلاب للمراحل التالية أحيانا بدون إجراء امتحانات وأحيانا بامتحانات صورية. فاحنا دلوقتي بنحارب إرهاب، فالإرهاب مفترض إنه المقاربة الشاملة بتاعتي لمكافحة الإرهاب والبروتوكول اللي هو مستقى من البروتوكول الأمريكي لمكافحة الإرهاب اللي مصر معتمدة عليه، يعني الجيش المصري تدريبه قائم عليه، بيقوم على مقاربة شاملة، وأول بند فيها هي كسب القلوب وعقول المدنيين. وطبعا ده عكسه تماما حصل، بتقفل المدارس، الطلاب اتهجرت بظروف اقتصادية صعبة جدا، طلاب كتير ما كملوش تعليمهم للأسف، وخصوصا فئة البنات اللي خلاص الأب لو بيقارن بين واحد من ولاده هيتعلم فبيختار ابنه ما بيختارش للأسف البنت. ظروف الحرب البنات أصلا عندنا في بعض القرى ومناطق سيناء نسبة التعليم قليلة جدا للمرحلة الابتدائية، وبعد كده بتقعد في ظروف الحرب دي والأجواء الأمنية الغير مستقرة، الناس كانت بتقعد بناتها في بعض القرى سيناء خصوصا في وسط سيناء في الحسنة وفي نخل. فالطلاب للأسف كان سوريا طبعا بقى، يعني الحكومة كان عندها واحنا قايلين الكلام ده في التقرير، كان عندها يعني خطة لمواجهة الحالة الطارئة اللي يعني أصابت مش حالة طارئة يعني، لكن الكارثة اللي حصلت في البنية التحتية بتاعة التعليم. لكن للأسف الخطة بتاعتهم كانت خطة سورية قايمة على إنه يا جماعة يعني انت لما قتلت واحد فاردم مع الجثه بس غطيها وخلاص وما تخليش حد يشوف يعني. فللاسف اللي حاصل ان هم فضلوا بيعدوا المدارس اللي تم هدمها على ان هي مدارس لا زالت قائمه حتى لحد السنه دي، في اعلان وكيل وزاره افتتاح المدارس العام الدراسي في محافظه شمال سيناء بيعد عدد المدارس اللي مهدومه ضمن والمقفوله كمدارس شغاله، في حين ان هي مدارس تم الحاقها على مدارس ثانيه، يعني تم نقل معظم مدارس رفح ديه لمدارس الشيخ زويد والعريش على الورق، لكن الطلاب اتهجروا في بره شمال سيناء وفي في مدن بعيده عن العريش والشيخ زويد، فالولاد ما بيروحوش غير على الامتحانات ده لو راحوا الامتحانات، فما فيش تعليم. فانت بتكافح الارهاب بتعميق الجهل ونقص طبعا المعرفه، فالموضوع للاسف احنا بالتقرير ده بنحاول ان احنا ندق ناقوس خطر انه في جيل تعليمه حقيقي للأسف تعرض لكارثة يعني. وعندنا أدلة بقى، يعني احنا بنتكلم على خطابات أو وثائق حكومية رسمية مسربة وصلت لنا، وعلى احنا عاملين يعني انتراكتيف ماب مع التقرير، قاعدة بيانات ضخمة للباحثين فيها أكثر من 110 كوردينتس أو إحداثيات للمدارس دي، الإحداث الحقيقية متوصلة بالساتلايت، هتدخل تشوف شكل المدرسة الحالي بفيديوهات حصرية لمعظم المدارس، يعني أكثر من 60% من المدارس اللي احنا وثقنا حالتها قدرنا إن احنا نصورها على الأرض. وطبعا التقرير فيه شهادات، وواحدة من الحاجات الغريبة لكن للأسف هي دي طبيعة المرحلة اللي مصر بتعيشها، يعني إنه احنا لما بعتنا الخطابات والجوابات لوزير التعليم وزير الدفاع ورئيس لجنة التعليم في البرلمان المصري، انه راح خطاب مؤرخ من مكتب وزير التعليم لمديرية التعليم مديرية التربية والتعليم في شمال سيناء، الخطاب مكتوب عليه يعني هام وعاجل وموجه لاكثر من جهة منها جهات أمنية. احنا حصلنا على صورة منه انه ممنوع تداول اي معلومات، لان احنا كنا بنتواصل طبعا مع الموظفين ومع غيره، ممنوع تداول اي معلومات مع اي جهة او الادلاء باي تصريحات اعلامية حول اعداد المدرسين او المعلمين او المدارس. طبعا الجواب جاي على مصر كلها مش محدد شمال سيناء، لكن وصلت منه نسخه لمديريه التربيه والتعليم في شمال سيناء اللي احنا حصلنا على نسخه منها، وده كان الرد على محاولاتنا ان احنا نعرف وجهه نظر الحكومه
في المسألة بالظبط 4 أيام بعد ما أرسلنا الخطابات في الوزارات المعنية. في تقرير تاني، احنا شغالين على تقرير تاني ليه علاقة بالتهجير القسري، تقرير مشترك بالتعاون مع المبادرة المصرية لحقوق الشخصية عن بعنوان عادوا ليرحلوا، ده بيوثق محاولة السكان المحليين اللي تهجروا قسريا او نزحوا بسبب العمليات العسكريه في خلال سنوات الحرب. كان عندهم محاوله في 2021، رحبت الدوله وغطت الموضوع اعلاميا بعوده بعض السكان لبعض القرى، وبعدين الجيش قام بطرد هؤلاء الناس مره اخرى، عشان كده جه العنوان عادوا ليرحلوا. ودلوقتي زي ما حضرتك متابعه، واللي احنا بنحاول نغطيه هي محاوله عوده الناس مره تانيه لاراضيهم وطلباتهم، وتلقوا بالفعل وعود حكوميه بالعودة، أتمنى إن هي تتحقق يعني في نهاية شهر أكتوبر. شغالين على التقرير ده وبمقابلات على الأرض مع السكان في المنطقة، وأعتقد إنه ممكن يطلع في خلال يعني 15 20 يوم. يعني هل في خطورة؟ هو يعني سؤال ساذج شوية، بس هل في خطورة على الناس اللي بتعمل التقرير وهي على الأرض يعني هناك؟ بالتأكيد يعني أنا بعتبر إن أبطال المؤسسة أو المنظمة الحقيقيين هو الفريق اللي على الأرض، يعني أنا أو أكيد زمايلي أكيد إحنا ناس بنوصل صدى صوت، يعني إحنا صدى صوت الناس دي، مش بنعمل أي حاجة غير إن إحنا بنساعد إن إحنا ننظم الشغل أو نوصله لمساحات أبعد، لكن الأبطال الحقيقيين وأصحاب المنظمة هم أهل شمالتينا بشكل عام، والفريق بتاعنا اللي على الأرض اللي بيوصل الصوت. إحنا يعني تعاون الناس معانا كمان على الأرض هو اللي بيسهل المسألة، لأنه مساحة مترامية الأطراف، بنتكلم عن مساحة ضخمة أغلبها مناطق أمنية وممنوع الدخول فيها، فسكان المناطق هم اللي بيساعدونا، والفريق اللي على الأرض طبعا أبطال لأن هم بيتحركوا في ظروف أمنية صعبة جدا. إحنا عارفين أيوة. وشفنا أي حد كان بيحاول من بداية الحرب في 2013، أي حد كان بيحاول يقول رواية مخالفة لرواية الجيش كان بيتم التنكيل بيه، وكان الصحفي أحمد الدراع اللي كان شغال حتى في جريدة يعني شبه حكومية لمصر اليوم واتقبض عليه وكان هيتحاكم عسكريا بسبب إنه نشر معلومة مخالفة لمعلومة كان قالها المتحدث العسكري، فطبعا دول أبطال، وأتمنى إن يعني زي ما إحنا من ساعة ما بدأنا وإحنا ماشيين الحمد لله يعني الأمور ماشية بشكل كويس، إنه يعني تفضل مكملة بالشكل ده. طيب، يعني في مسألة الترحيل القسري، فرفح أعتقد بالتحديد في قبيلة اسمها الرميلات، وبعد ما كانوا بيقولوا إحنا يعني مش هنمشي ورجعونا أراضينا، وقالوا إنه في مستثمرين أخدوا ايه موضوع المستثمرين ده؟ وبعدين يعني يمكن جزء تاني من السؤال، انه راح لهم قائد الجيش الميداني التاني اللواء محمد ربيع واتكلم معاهم وهديوا، لانه وعدهم انه مش عارفة وعدهم بايه الحقيقة. ايه الحكاية؟ الحكاية هي أزمة عدم الشفافية، إنه إحنا بنتكلم على مدينة رفح سكانها وتحديدا ال5 كيلومتر اللي تم إنشاء منطقة عزلة فيهم، هم عموم يعني أغلبهم من قبيلة الرميلات، وإحنا بنتكلم على سكان عمرهم أقدم من عمر الدولة المصرية، يعني إحنا بنتكلم على ناس موجودة من أيام كانت شبه جزيرة سيناء خاضعة للحكم العثماني لتركيا وبعدين لبريطانيا فقبل ترسيم الحدود 1906 وغيره، فاحنا بنتكلم على ناس معاها حاجة اساسا يعني ربما تكون تعود لدول تانية يعني بملكية الارض. حتى اتفاقية ترسيم الحدود سنة 1906 واحدة من بنودها واعتقد البند رقم 6 كان بيتكلم على ضمان استقرار السكان الاصليين في المنطقة وعدم المساس بيهم عند ترسيم الحدود. نعم. فالناس دي موجودة، عدى عليها يعني دول كتير حكمت المنطقة لحد ما استقرت شبه جزيرة سيناء داخل حدود الدولة المصرية، فالناس منتمية للأرض، والبدوي في ثقافته بشكل عام، وأنا بكلمك من قلب هذه الثقافة،
عنده ارتباط بالأرض وبالمكان، أعتقد إنه يعني يفوق أغياره من أنماط المعيشة التانية بقى، سواء في الوادي أو في الغيب. فالثقافة البدوية هي قايمة أساسا على الأرض، وقامت حروب بين القبائل على مسألة ترسيم المضارب بتاعة الأرض، ده مضارب قبيلة، مش بس في شبه جزيرة سيناء، يعني في عموم القبائل العربية، بين إنه الأرض دي مضارب قبيلة السواركة، الروملات، الترابين، التلاهة. ترسيم الحدود ده ما حصلش بين القبائل، ما حصلش ببساطة يعني. فالناس عندها انتماء كبير للأرض، وعندها يعني إصرار على العودة، في ظل بقى من الناحية التانية الحكومة المصرية. احنا كنا خلال العام الماضي قدرنا ان احنا نحصل على خرائط حكومية مسربة بتتكلم على إعادة ترسيم للمنطقة. إعادة الترسيم ده بيشمل إلغاء قرى كانت موجودة، يعني معناه نزع ملكية لأراضي هؤلاء الناس بشكل دائم، ومعناه إعادة توطين قصري، وده مصطلح قانوني، أنا مش يعني مش من عندياتي يعني، هو مصطلح نعم نعم حقوقي وقانوني، لأنه بعض الناس بتتلقاه يعني بتقول لك هم هيحطوهم في تجمعات سكنية، لما كده يعني بدل ما هم عايشين نمط حياة، بدأ يعني الناس مرتبطة بنمط حياتها، أنت ما تفرضش على الناس أسلوب حياتها، الناس ثقافتها وهويتها الدولة يجب أن تحافظ عليه، ويجب لما هي تيجي تعمل مشروعات يبقى بتحترم ثقافة وهوية الشعب أو طبيعة الناس اللي ساكنة في المنطقة دي، ده ألف بيه يعني احترام حقوق الناس. فأنت تيجي تنتزع ملكية أرضي وتقول أنا هضمك على أراضي قبيلة تانية أو أراضي قرية تانية، معناها إن أنا هنزع ملكية الناس في الأراضي التانية. فالخرائط اللي إحنا سربناها كانت بتوضح بشكل كبير نوايا حكومية قائمة على نزع ملكية أراضي ودمج قصري في مناطق أخرى. وطبعا الكلام ده عمل حساسيه عند بعض الناس، لانه من ضمن الرؤيه اللي منشوره على موقع محافظه شمال سيناء لتنميه شمال سيناء، فيها اماكن مخصصه لمشاريع استثماريه، مكان بيوت الناس. فالناس بتقول مرحبا بالاستثمار بس مش على حسابي، يعني في اراضي كتير فاضيه، تعالى اتفضل اعمل. ده ملكي، ملكي انا عايز اشتريه يدفع لي ثمن، او دي مش كوارث، ايوه، او كلمة بقى استغاثات وكلمة بقى اضطهاد والكلام ده كله، احنا مش لا بنستغيث ولا بنتعاطف، احنا اصحاب ملك واصحاب حق، واي حد عايز يدور علينا احنا معروفين بالاسم، معانا عقود هدر ملكية خاصة من المحافظة، شاريين ملكية من صاحب الولاية اللي هو المحافظ بعد هدر، واخد نزع ملكية من جهاز تنمية سيناء، واخد نزع ملكية من القوات المسلحة، واخد نزع ملكية من المساحة، معايا خطابات من المينا تقول ان انا من ضمن توسعات المينا، عايز يستثمر يا مرحب استثمر، انا بيعني المستثمر ما تستنصرش عليا، وتيجي تقول لي تعويض، مفيش كلمة تعويض، ده بيت بيتكلم، بيتي أسر وأحباب وعيال، مش هقول لك ابني لي غيره، اشتري مني زي ما أنا عايز، أنا صاحب ملك، عندك المينا بقى شغالة أهي، المينا اشتغلت، ابعد عن الكتلة السكانية، هذا الرئيس السابق لما قال ابعد، الرئيس السابق ليه؟ الفريق كان الوزير نفسه في لقاء التلفزيوني واحنا معاه قال انا نوهت وقلت ابعدوا عن اي بيت، ابعدوا عن اي مصنع، ابعدوا عن اي حاجه، يعني كلام التلفزيون يقول انا قلت ابعدوا، ومعانا احنا كاننا تلامذه، وسياده الفريق بيعاملنا احنا بعد كده حاجه من اتنين، يا يعني موت في البيت يا يعني يعتقلنا وموت في السجن، غير كده ما عنديش. وخصوصا طبعا بقى الصحافة والإعلام خلال سنوات الحرب كانت بتتكلم على صفقة تبادل أراضي فيما سمي إعلاميا بصفقة القرن، كانت بتتكلم على، وبعدين مشروع نيوم بتاع السعودية اللي قائم على تهجير قبائل بدوية في يعني في على الحدود مع سيناء في الجانب السعودي، قبائل الحويطات وغيره اللي فيها منها جزء جوه سيناء. فالفكرة انه مشروع نيوم كمان في كلام على انه يعني يبقى له امتداد داخل سيناء.
وفي دعم خليجي مستمر بمنح وقروض لإقامة مشروعات في سيناء. ففي تقارير إعلامية الناس بتقرأ وبتسمع وعندها توجس وقلق كبير من حاجة مجهولة في ظل الصمت الحكومي وعدم تطمينات على إنه يا جماعة لا ما تقلقوش، المستقبل هو ليكم، دي أرضكم وده مكانكم، هترجعوا تاني، لكن في مشروعات أهلا وسهلا احنا مستنيينها بقالنا 50 سنة، ده لسان حال الناس، فتعالى نعمل مشروعات واحنا هنكون جزء من اللي، يا ريت تشركونا كمان في مشروعاتكم دي، ما نبقاش احنا على الهامش كالعاده، ويتم دمجنا في او يعني يتم عمل حوار مجتمعي او اشراكنا في خطه التنميه دي بحيث ان احنا نتبناها ونساعد الحكومه وما يبقاش في اي مشكلات في المستقبل، او لا اهميه الحوار المجتمعي المفترض انه بالظبط. الناس في القرن اللي احنا فيه ده بقى عندها نوع من انواع الثقافه لاشراك المجتمع، لانه قضيه التبني ان انا ابقى متبني سياسه الدوله ده بيساعد انه ينجح اي مشروع محتمل. فالناس طبعا مع الحاله الضبابيه دي وحاله الشك والتوجس والخلفيه بتاعه التهجير والهدم والتجريف مخلي الناس عندها اصرار وقلق من المستقبل في ظل كلام عن استثمار ومستثمرين انا ما عنديش اي دليل مادي عليه، فمش يعني مش عارف اقول حاجه يعني في المساحه دي، لكن اللي احنا بنطلبه ان الحكومه ترجع الناس. اللي حصل مؤخرا انه المجتمع افرز قياده طبيعيه تمثلت في شيخ مش حكومي، لانه كمان ده مساله يعني محتاجه حلقه لوحدها نتكلم فيها مع بعض، انه الحكومه تدخلت في تعيين المشايخ بتاعت القبائل. زمان الناس كانت بتنتخب قيادات طبيعيه فعلا بتحمل هموم الناس، عمر سليمان كان رؤيته انه ما ينفعش انه يكون في اي كيان موازي لكيان الدوله، لانه في لحظه من اللحظات القبيله اللي بتسمع راي واحد بس، شخص واحد بس هو شبه منتخب وعنده مجلس شبه منتخب وقياده طبيعيه افرزتها الناس والناس بتحترمه، فده خطر في وجهه نظر دوله لا تحترم اراء الناس في عهد مبارك او نظام ده سياسي زي لا تعيين العمد أو بالظبط. زي فتدخلت تعيين الناس دي، فالناس يوم الاعتصام اللي حضرتك تابعتيه ده المشايخ الحكوميين جم قالوا للناس فضوا الاعتصام، فالناس في الفتره دي افرزت قياده طبيعيه تمثلت في الشيخ يوسف الصياح اللي حمل مطالب الناس وقاد اعتصام سلمي، الاعتصام اكبر او يعني خلى الدوله قلقت او النظام السياسي قلق منه فقطعوا الشبكات بعد ما الناس كانت بتيجي من الوادي باعداد كبيره جدا، 300 400 سياره كانت منعوا دخولهم للمنطقه دي، قفلوا نعم. الكناين وطلعوا قدامهم، وحصل يعني دربكه كده جامده في رد فعل النظام السياسي في التعامل مع الموضوع. لكن طبعا على اخر تاني يوم من الاعتصام اللي حصل انه قائد الجيش الثاني الميداني اللي هو احمد ربيع و قيادات من المخابرات الحربية في شمال سيناء طلبوا يعني عملوا دعوة لاجتماع، حضروا الشيخ يوسف سوري الشيخ صابر الصياح مش يوسف، حضروا الشيخ صابر الصياح في مدينة العريش في مقر الكتيبة 101، وأسفر الاجتماع عن إنه في وعد حكومي بعودة الناس، وطلبوا مهلة الجيش لحد يوم 20 أكتوبر القادم، والناس عندها حالة من التفاؤل دلوقتي. وانا بتمنى يعني وهنطلع نشكر الحكومه ونحييها على القرار الحكيم واعاده الحقوق لاصحابها وتصحيح المسار، ونعتبر ده يعني جزء من عداله انتقاليه او جزء من عداله انتقاليه يتم جبر الناس وتعويضها فيها عن سنين الظلم والعقاب الجماعي اللي كان تعرضوا لهم الفترات اللي فاتت، وهي بالتأكيد خطوة في الاتجاه الصحيح لو حصلت فالحكومة المصرية تشكر عليها. جميل جدا. طيب ده يعني شيء يخلي الواحد يتفائل شوية. احتمال. نتمنى انه يحصل يعني، لانه زي ما قلت لحضرتك انه في حالة توجس من عند الناس، لكن في تفاؤل في نفس الوقت لانه في وعود واضحة انه يوم 20/10 الناس هترجع لأراضيها، واحنا يعني ده اللي احنا بنسعى له، يعني احنا شغلنا لما بنشاور على انه في مشكله في المكان الفلاني فزي ما انتقدنا اداء الحكومه فيها اول ما يتغير الوضع هنشكر الحكومه ونقول برافو نعم خطوه في الحكومة. نعم الدكتور أحمد سالم المدير التنفيذي لمؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، أهم منظمة تعمل في، إن ما كانتش الوحيدة التي تعمل في سيناء. ألف 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 شكر.
أنا بشكر حضرتك جدا 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 دكتورة مارلينا على اللقاء، تشرفت جدا بوجودي مع حضرتك حقيقي يعني، وأنا سعيد إن أنا كنت في النافذة المهمة دي مع حضرتك، وأتمنى إني كنت في ضيف خفيف النهاردة، ما أزعجناش حضرتك ولا الناس. أبدا، ده يعني أعطتنا معلومات أعتقد ناس كتيرة عايزة تسمعها يعني، فألف شكر.